أنفاسك دكتور أبو علي، اسمح لنا ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم، دروب الرجاء، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام، السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن أتعرف وين دكتور؟ أنا خادم، أهلا وسهلا. خادم ربك، خادم الحسين. دكتور عندي مرض سكر، داء السكر. يعني ايش قد يصعد عندك؟ ايش قد يصعد عندك استاذ؟ عندي يصعد عندي الصبح 150 على رجع، او 160، ويوصل الى 250 او 300. شوف، نعم احنا عندنا متمم مشكل نودي لك اياه، لان هذا ما تقدرون انتم تحصلونه. احنا لانه مخلوط ويا قصب السكر اللي منزوع من عند السكر، ومخلوط ويا فلان ماده، يعني ويا 20 ماده. لكن انت عليك ان تاخذ بذور الرشاد وبذور البصل وبذور الفجل، ذني تغليهن، او اذا ذني ما حصلت ان تاخذ الدباق والجفت ولحاء الجوز، تاخذ مقدار فنجان قهوه من عدهن، او اذا ذني ما لقيتن تاخذ البن الاخضر، البن الاخضر مع ورق الصفصاف، يقينا يقينا ستجد به فائده، ولكن متممنا ان شاء الله يشغل.